الرئيس السيسي يحذر من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية خلال استقباله وزير خارجية إيران عباس عراقجي. تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة بلبنان ودعوة سكان منطقة البقاع لإخلائها، والصحة اللبنانية تعلن استشهاد 2367 وإصابة 11,088 آخرين جراء عدوان الاحتلال. إسرائيل تكثف عدوانها الوحشي على أنحاء غزة، وبوريل ينتقد المهلة الأمريكية لإسرائيل لتحسين الأوضاع في غزة محذرا من وفاة الكثيرين خلال تلك المدة. الثانية ظهرا في القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل الأخبار، أهلا بكم. ثمن الرئيس السيسي المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق له. وقد نقل الوزير الإسباني للرئيس السيسي تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأشار إلى تأييد إسبانيا الكامل ودعمها للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان. كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب. أكد الرئيس السيسي على الموقف المصري الداعي لعدم التوسع دائرة الصراع بالمنطقة وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث شدد الرئيس على ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء معاناة المدنيين. من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات. كما نقل وزير الخارجية الإيراني تحيات وتقدير الرئيس مسعود بيزشكيان للسيد الرئيس، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات بين البلدين. يعقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير. من المقرر أن يتناول اللقاء جلسة المباحثات الموسعة التي تعقبه التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة والأهمية البالغة لوقف التصعيد في المنطقة في ضوء ما يجري في كل من لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة. بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الأوغندي جيجي أودونغو في اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم القارة الإفريقية. وخلال الاتصال أكد عبد العاطي حرص مصر على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين. كما تم التشاور وتبادل الرؤى حيال عدد من القضايا التي تهم البلدين، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية.
أفادت الصحة اللبنانية بوقوع نحو 2367 شهيدا و11,088 جريحا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، من بينهم 153 شهيدا من القطاع الصحي. يأتي ذلك بينما دعا جيش الاحتلال سكان منطقة في بقاع شرق لبنان إلى إخلائها، محذرا من أنها ستستهدف من جانبهم، وذلك بعد ساعات من غارات دامية استهدفت 10 بلدات في الجنوب والوسط اللبناني. بعد قرابة شهر من بدء حرب مفتوحة ضد حزب الله وسط عجز مجلس الأمن الدولي عن استصدار قرار بوقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي غيه وجرائمه على لبنان، خاصة ضاحية بيروت الجنوبية. فللمرة الثالثة يصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بإخلاء سكان البقاع الشرقي في لبنان، منوها إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف منشآت ومصالح تابعة لحزب الله في منطقة تمنين تحت مزاعم وجود عناصر للحركة اللبنانية فيها. وبالتزامن مع أوامر الإخلاء، صعد الطيران الإسرائيلي من اعتداءاته على قرى قضاء صور وبنت جبيل، حيث أغار طيرانه على أكثر من 10 بلدات من بينها عيت الشعب ورمية وصدقين وغيرهم في الجنوب اللبناني. التصعيد الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار 24 ساعة واجه تنديدا دوليا ومحليا يطالب بتحرك عاجل لوقف إطلاق النار، حيث استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الضربات الإسرائيلية الدامية على المدنيين في النبطية، والذي استهدف قصدا اجتماعا للمجلس البلدي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 مواطنا من بينهم رئيس البلدية وإصابة أكثر من 50 شخصا في أكبر هجوم على مبنى حكومي لبناني رسمي منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية. في المقابل تصدت المقاومة اللبنانية لمحاولة تسلل جنود إسرائيلي وأوقعتهم بين قتيل وجريح، إلا أنهم تعمدوا قبل تراجعهم إلى تكثيف القصف المدفعي وإقامة حزام ناري لإحراق الأشجار والمنازل. كما استهدفت المقاومة دبابتين إسرائيليتين في جبل اللبونة قرب الناقورة ليقع طاقمهما بين قتيل وجريح. طالب وزير الدفاع اللبناني موريس سليم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق القرار رقم 1701، مشددا على تمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل. جاء ذلك بعد يوم من إعلان روما أن الدول الأعضاء الستة عشر في الاتحاد الأوروبي والمشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان ستمارس أقصى قدر من الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل لتجنب هجمات جديدة على قوات اليونيفيل. كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة في موقع لها في جنوب لبنان، منددة بإطلاق نار مباشر ومتعمد في حوادث مشابهة مؤخرا، كما رصد جنود حفظ السلام تقدم دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي صوب موقع تمركز لهم بالقرب من كفر كلا في جنوب لبنان. توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل بضربة موجعة في حال هاجمت أهدافا إيرانية. وقال سلامي خلال مراسم تشييع أحد قادة الحرس الثوري عباس نيلفوروشان الذي قتل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 من الشهر الماضي مع حسن نصر الله، أنه إذا هاجمت إسرائيل أي نقطة في إيران فسنرد بضرب نفس النقطة بقوة، مشيرا إلى أنهم يعرفون جيدا نقاط ضعف العدو. كانت إسرائيل قد تعهدت القيام بضرب إيران بعد هجوم صاروخي إيراني على أراضيها مطلع الشهر الحالي.
استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي أمام بوابة مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطينيان في قصف قرب مفترق السرايا غربي مدينة غزة. يأتي هذا بينما استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 ما أسفر عن استشهاد 42,438 فلسطينيا وإصابة 99,246 آخرين. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة شمالي غزة لليوم 13 على التوالي وتنفيذ عمليات قتل ونسف للمنازل وتهجير قسري، كما تمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود. وفي سياق متصل أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. لليوم 13 على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة شمالي غزة وتنفيذ عمليات قتل ونسف للمنازل وتهجير قسري، كما تمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود. سياسة التدمير الممنهج للمباني التي يمارسها جيش الاحتلال في مخيم جباليا مستمرة رغم معاناة نحو 400 ألف فلسطيني في شمالي القطاع من حصار شديد، منهم 200 ألف يعيشون في خيام بدون طعام أو شراب أو دواء. ورغم حرب الإبادة والضغط المتنامي الذي يمارسهما الاحتلال وعمله على إخراج المنظومة الصحية بشمالي القطاع عن الخدمة، يصر الفلسطينيون على عدم النزوح إلى جنوب القطاع. في الوقت نفسه أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. كما قصف طيران الاحتلال منازل من الجهة الغربية في مخيم جباليا شمال غزة، بالإضافة لقصف مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بالتزامن أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار باتجاه ساحل مدينة غزة وشمالي القطاع. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر لعام 2023 ما أسفر عن استشهاد أكثر من 42,400 مواطن وإصابة أكثر من 99,150 آخرين، أغلبيتهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية. لا يزال الآلاف المفقودين تحت الأنقاض. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القدس المحتلة الأستاذة رتيبة نتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني. أستاذة رتيبة، كيف هو الوضع الآن إنسانيا في ظل تواصل الاعتداء على قطاع غزة والمزيد من الشهداء والجرحى من أهالي القطاع؟ يعني بداية هي جميع قطاع غزة دون استثناء لا يوجد فيها مكان آمن وكلها مستهدفة، وقد رأينا استهدافات يعني لعدة مناطق في قطاع غزة سواء كان في المحافظة الوسطى أو في المحافظة الشمالية التي بدأ تنفيذ فيها خطة الجنرالات. مع أن الإعلام العبري والحكومة الرسمية الإسرائيلية تتحدث بأنها لا تنفذ خطة الجنرالات وإنما هي فقط تقوم بتطهير المنطقة على حد قولها، ولكن هذا التطهير واضح جدا بأنه محاصرة شديدة جدا لأكثر من 200 ألف مواطن في شمال قطاع غزة في معسكر جباليا وجباليا البلد، منع الوصول الإمدادات الغذائية والدوائية إليهم بشكل كامل وحتى المياه الصالحة للشرب، واستهدافهم بوسائل متعددة يعني آخرها كان وضع المتفجرات في عبوات أو في يعني حاويات المياه، بحيث أنه المواطن الذي يبحث عن مياه صالحة للشرب حالما يوصل لهذا الخزان من الماء أو الوعاء للماء معتقدا بأنه قد يجد فيه قطرة ماء تسد عطشه، ينفجر هذا الخزان به وبالباحثين عن الطعام والشراب، وبالتالي لا يمكن وصف الصورة الوحشية واللا إنسانية للظروف التي يعاني منها السكان
في شمال قطاع غزة لليوم 13 على التوالي، وهذا طبعا حسب بنيامين نتنياهو بأنه يعني حالة تجريبية للوضع في مخيم جباليا. إذا نجحت هذه الخطة في مخيم جباليا لربما ينتقل فيها إلى مناطق أخرى بهدف تطهيرها من السكان. على الجانب الآخر، بدأ هنالك حديث في الكنيسة الإسرائيلية عن إقامة مستوطنات في شمال قطاع غزة، مع معارضة قليلة من بعض المستقلين من أعضاء الكنيسة أو يعني الشخصين الموجودين في اليسار، ولكن الأغلبية كانت مع الموافقة على البدء في إقرار مشاريع لفتح مستوطنات جديدة وإقامة مستوطنات جديدة في شمال قطاع غزة بعد تطهيرها من السكان. وهذا مرة أخرى دليل على سبق الإصرار والترصد بأن النية الموجودة لدى إسرائيل بعملياتها في شمال قطاع غزة هي تطهيرها نهائيا من السكان، إن لم يكن بتهجيرهم فبقتل من يبقى منهم صامدا في أرضه. نعم، لكن كيف يمكن أن يصوت الكنيست على بدء إقامة مستوطنات ومن المفترض أن ما تستهدفه حتى الآن إسرائيل هم سكان وأهالي مدنيين، بمعنى أن حركة حماس نفسها ما زالت موجودة على الأرض وما زالت تحقق انتصارات وما زالت هناك خسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوضع أمنيا على هذه المستوطنات ليس مجرد إخلاء هذه المناطق فقط من سكانها، يعني المفترض أن المقاومة لم يتم القضاء عليها بعد، على أي أساس هناك ميل لإقامة مستوطنات بالفعل؟ الخطتين المطروحتين الآن للنقاش حتى في العموم، يعني الإسرائيلي إذا بتفتح محطات الإعلام أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن خطتين. الخطة الأولى هي خطة الجنرالات التي تتحدث عن تجويع الناس حتى الاستسلام والهجرة من شمال قطاع غزة، وقتل من يتبقى منهم باعتبار كل من يرفض الهجرة من شمال قطاع غزة فهو يمكن اعتباره مقاتل، وبالتالي يعني يمكن استهدافه وقتله. وإحنا رأينا التفجيرات في مخيم جبالي هي لم تستهدف المقاتلين، هي كانت تبعث في جرافات عسكرية تلقي مواد متفجرة وتتفجر في الناس بغض النظر كانوا أطفالا ولا شيوخا ولا قاعدين في البيوت ولا بغض النظر عن من يكون. حتى استهداف طبعا قسم الأجنة وحديثين الولادة في المستشفى، يعني لا أعتقد أنهم مقاتلين موجودين في قسم الأجنة إلا إذا اعتبروا أنهم سيصبحوا في المستقبل مقاتلين. الخطة الثانية التي تتحدث عن حكومة مدنية في قطاع غزة مسيطر عليها عسكريا أو تحت يعني إدارة والرضا الإسرائيلي لتنفيذ هذه المهمة بتحويل الناس إلى تجمعات سكنية محصورة تديرها هذه الفئة بإدخال المساعدات والتحكم فيها من خلال المساعدات، وما تبقى يمكن تنفيذ هذه المستوطنات فيه، وبالتالي حصر الناس في جاتوهات أو في سجون أو في نقاط تجميع محصورة يتم إدخال فيها المواد المساعدات إما عن طريق الجيش أو عن طريق إدارة مدنية تتعامل مع الجيش الإسرائيلي وموافقة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ويعني تصبح بالتالي هنالك سيطرة لهذه الحكومة المدنية على السكان. وبوجود هذه الحكومة المدنية، ويرجح المعسكر الثاني هذه الفكرة أكثر، يعني هذه الحكومة المدنية بإمكانها أن تقوض حكم حماس بأنها ستصبح السلطة ذات النفوذ لأنها تتحكم في موارد الناس والمساعدات بشكل أساسي، وبالتالي تستطيع أن تقوض من الداخل حكومة حماس. طبعا هذان الاقتراحان غير مقبلين للطرف الأمريكي الذي يشدد على أنه بحاجة إلى سيناريو يوجد سلطة وطنية فلسطينية أو حكم فلسطيني. شكرا لك سيدة رتي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد خوسيه مانويل البارس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالإضافة إلى سفير إسبانيا بالقاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها، حيث ثمن السيد الرئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة.
ومن جانبه نقل الوزير الإسباني للسيد الرئيس تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار. وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الجانب الإسباني في هذا السياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر من خلال دور الشركات الإسبانية في العديد من القطاعات، ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل، وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وقد ركز اللقاء على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة. وأكد السيد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في هذا الصدد على جميع المسارات. كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس مسعود بزشكيان للسيد الرئيس، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.